السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا فعلت الجماهير الجزائرية خلال مباراة سويسرا ضد الكاميرون. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. إذن لعبت اليوم مباراة المنتخب السويسري ضد المنتخب الكاميروني لحساب المباراة الأولى خلال هذه المجموعة، والتي تضم أيضا صربيا والبرازيل. وخلال مجريات الشوط الأول، رفع مناصر المنتخب الوطني الجزائري العلم الجزائري خلال هذه المباراة، وهذا لتشجيع منتخب سويسرا ضد منتخب الكاميرون، والذي تأهل على حساب المنتخب الوطني بمساعدة الحكم الغامبي بكاري غاساما، الذي كان له في تأهل الكاميرون للمونديال دور كبير. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.